السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من مدينة القدس، والحديث على استقبال وتحضيرات المصلين لاستقبال شهر رمضان المبارك، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك الذي أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بأنه سيكون مفتوح أمام المصلين في هذا العام في شهر رمضان، بعد أن كان مغلقا العام الماضي أمام المصلين في الشهر المبارك. تابعونا في هذه الجولة مع المصلين خلال توافدهم إلى المسجد الأقصى المبارك. أنا اسمي سميح جبر. بالفعل كانت السنة الماضية صعبة جدا على المصلين، لكن السنة هاي إن شاء الله إنه بيكون مفتوح وبنصلي صلواتنا بسهولة. يا عرفات عويسات، أهلا بك. يعني اليوم تتوافدون المسجد الأقصى المبارك، وإن شاء الله أن يكون شهر رمضان مفتوح الأقصى أمام جميع المصلين للتوافد إليه في هذا الشهر المبارك. تخبرنا عن يعني الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم والفضيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء كل عام وأنتم بخير، والأمة الإسلامية وكل الأمة العربية كمان بخير إن شاء الله، أنه شهر رمضان يأتي على الأمة وهي بخير، وتحققت أمانيها وتحررت مدينة القدس. الاستعدادات للأسف في ظل وضع جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة هي ليست كما كانت في السنوات السابقة. الفرحة كمان مش كما كانت، لأنه الظروف العامة تؤثر والوضع بشكل عام ليس كما كان. نتمنى أن تتغير الأحوال وتزول الجائحة، جائحة كورونا، وأن يعود الفرح للجميع إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. طبعا المسجد الأقصى كان مغلقا أمام المصلين في العام الماضي بشهر رمضان، وربما ما زاد الشوق لدى المصلين لأن يتوافدوا هذا الشهر إلى المسجد الأقصى في مع حلول بداية شهر رمضان المبارك. يعني تخبرنا عن الوضع كيف كان العام الماضي وعن تشوقهم في الفترة القادمة. صحيح العام الماضي كان محزن جدا، وكان عدم تواجد المصلين في المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى بدون المصلين يبقى حزينا أيضا. إن شاء الله السنة راح يكون الوضع أفضل، إلا إذا جد جديد أو من كان معني بتعثير الأمور وتعطيل الصلاة، فهذولا إن شاء الله ما يكون لهم دور السنة، وإن شاء الله أن المسجد يكون عامر بالمصلين من جميع أنحاء فلسطين. أول شيء نضال فرج من القدس، سكان القدس. إن شاء الله السنة بتكون سنة خير على الجميع. السنة اللي فاتت والله كثير اشتقنا للمسجد الأقصى وانحرمنا من الصلاة فيه وصلاة التراويح. إن شاء الله ربنا السنة بيكون شهر أحسن على الجميع، وإن شاء الله سنة بركة وسنة خيرات، وإن شاء الله كل سنة والجميع بألف خير. كثير كثير إحنا المسجد الأقصى هو قلب من قلوب كل مسلم وكل فلسطيني عايش في هالبلد. يعني المسجد الأقصى بيعني لنا الكثير إحنا، بالذات أهل القدس. يعني إحنا الحمد لله رب العالمين مربطين في المسجد الأقصى ليوم الدين. أحلى أجواء بتجنن، كتير حلوة، خاصة البلد القديمة. يعني جوا الأجواء صلاة التراويح، صلاة الجمعة، أيام الجمعة كتير بتجنن. إن شاء الله أنا بتمنى أنه من الجميع يجي ويتفضل على المسجد الأقصى المبارك، من أخواننا بالداخل، أخواننا بالضفة، ومن أي مكان في العالم. يعطيك العافية، تعرفنا بحالك. الله يعافيك. أنا صبا عمر. اهلا فيك. تحكي لنا عن اجواء الماضيه، كيف كان شهر رمضان في مدينه القدس والانتظاركم للشهر الحالي. الاجواء الماضيه كان الاقصى مسكر، وانا ودائما انا وابن عمي بننزل كل اسبوع او كل شهر على الاقصى، فالكل هلا بحب الاقصى، وزي ما انت شايفه هاي الاقصى مليان، فالكل بحب يروح على الاقصى. هذيك السنه كان الاقصى عند البواب فل، وما حدا بحب انه ما يروح على الاقصى، الكل بحب يروح على الاقصى. نعم، يعني كان المصلين يتواجدون على ابواب المسجد الاقصى في ظل الاغلاق. كيف شوقكم اليوم لتواجدكم في باحات المسجد الأقصى في شهر رمضان؟ بدنا نروح نصلي ومشتاقين للأقصى ومنحب نشوفه دائما إن شاء الله يا رب. شكرا لتواجدك معنا. إذن مشاهدينا الكرام، يعني نستكمل هذه الجولة في مدينة القدس مع المصلين المتوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك، ونتحدث عن استقبالهم وتوافدهم في شهر رمضان المبارك إلى المسجد الأقصى المبارك. الأجواء رمضان كتير حلوة بالقدس، ويعني الحمد لله رب العالمين، ها إن شاء الله بتكون سنة خير على الجميع، وإن شاء الله رمضان كريم على الكل، وإن شاء الله يا رب نصلي بالأقصى مش زي السنة المرأت. إن شاء الله بتكون سنة حلوة على الجميع، وإن شاء الله يا رب تتحقق كل أمنيات العالم، ونصلي وعلى الضفة بيجوا بزورونا. إن شاء الله بتكون الأقصى عامرة بإخوانها المصلين إن شاء الله يا رب. يعني مع انتشار جائحة كورونا كانت القدس في حالة من الحزن، خاصة بعدم توافد الزوار إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى. يعني بالعادة أن شهر رمضان يعتبر يعني ما ينتظره المقدس على أحر من الجمر، كيف تنظر لانتظاركم لهذا الشهر؟
والله نحن ننتظره بفارغ الصبر، لأنه رمضان من الأجواء الجميلة في القدس، حيث يمتلئ المصلين من كل أنحاء فلسطين، يعني من الضفة الغربية ومن الشمال من الداخل المحتلفة. فالقدس يعني أجواءه رائعة، وخاصة بالمسجد الأقصى المبارك. نتمنى إن شاء الله شهر رمضان يكون أحسن كثير من السنة المرأة، لأنه كان كثير كثير صعب على الكل السنة المرأة عشان الوضع اللي كان، وكان إقبال كثير قليل وتسكير وأمور كانت كثير صعبة. إن شاء الله بنتمنى السنة هذه يكون الوضع أحسن، كثير الناس بتستنى السنة هي رمضان، وبهجة كثير قوية يعني، والناس كثير إن شاء الله راح تنبسط فيه وراح يكون الوضع أحسن من السنة اللي مرت. هلا مدينة القدس بشكل عام بالنسبة للعالم كله يعني من نواحي دينية دائما بتكون مميزة كثير، وأجواء بتكون كثير كثير مميزة بالنسبة حتى لكل العالم. زينة القدس، شباب القدس، ناس القدس غير، الإقبال بيكون من كل العالم تقريبا يعني على القدس برمضان، أجواءها كتير كتير حلوة، وإن شاء الله السنة هذه بتكون كتير مميزة. والله هو شهر فضيل، وربنا يبارك لنا فيه ويبارك لكم فيه، ويعني الطقوس اللي بتكون موجودة هون والشعائر الدينية كثير يعني بتدخل القلب وبتخلي الواحد متلهف انه يستنى شهر رمضان. نعم ان شاء الله ان يكون مفتوح المسجد الاقصى لجميع المصلين في هذا الشهر الفضيل. شكرا لتواجدك معنا في هذه النافذه. اذا مشاهدينا الكرام نختم هنا من مدينه القدس، والحديث عن انتظار وامنيات المقدسيين لاستقبال شهر رمضان المبارك هذا العام بعد يوم حزين كان على مدينه القدس في ظل انتشار جائحه كورونا.